ما انه يكون نظام فيدرالي، يعني نظام بنظم توزيع السلطات. هي اذا بنرجع للدستور 26 اخذناه شوي، هو بنصه جاكوبان على الفرنساوي، وبعد من النظام اللي قبله هو نظام الفيدرالي المتصرفية، ولكن بجوهره سنة 26 كان في عنده شيء اسمه positive discrimination. شو يعني؟ يعني كان السلطة قرر انه السلطة تسمح لجميع مكونات لبنان تكون موجودة فيها، يعني يكون عندها حصة من السلطة المركزية. لسوء الحظ كانت مركزية السلطة. اللي صار مع التغيرات الديمغرافية تبع آخر 100 سنة هو أنه السلطة المركزية مع البوزيتيف ديسكريمينيشن تبع الآلية تبع اللي بتخلي الجميع يكون موجود بالسلطة حرفت عن طريقة عن نية المشرع سنة 26 لتصير أنه صارت أقوى بالظرف المعين بيسيطر على السلطة وبيخدها كلها لطرفه، وهذا اللي أدى لفرستراسيون عند الأطراف. وقتها كان المسيحي قوي، إن كان بقوة الأمريكانة 58 أو اللي غيره، يستبد بالسلطة وياخدها بطريق والطوائف الأخرى الشيء اللي كان موجود حتى بالسردية اللي بالاتفاق الماضي المسيحي مع السنة ب 43 الشيعي مش موجود. طب ما كيف بدنا نقول له لهذا الشيعي يعني انت ضمن نظام ضمن بلد قراءته التاريخية له ما بتذكرك.